عدة أشهر كانت الوحدة متماسكة، وقعت هناك أخطاء، وأيضا كانت هناك إنجازات، وحققنا هذه الإنجازات. هناك صعوبات في المعركة واجهناها، ووفرنا الغطاء لهذه المعركة، لكن في الفترة الأخيرة هناك أمور لم تسر على ما يرام، والانتصار حتى الآن لم يتحقق، ومن يقود السفينة الإسرائيلية الآن يقودها إلى الصخور في هذا البحر، والحقيقة صعبة. هناك من لا يتصرف بشكل كما هو مطلوب في ظل هذه الحرب. هناك من يتعامل بمسؤولية، وهناك من لا يتعامل بمسؤولية. وهناك من يفكرون بأنفسهم فقط. هناك من يفكر باعتبارات سياسية وحزبية. على الجميع أن يدرك أن الحرب ننتصر بها بالإصرار وبالعزيمة. وهناك من يعبر عن حبه لإسرائيل والانتماء لإسرائيل والقيادة. إلى جانب ذلك، الحرب ننتصر فيها بضمير وبتفكير استراتيجي، وننتصر في الحرب عندما يشارك الجميع فيها، كل الإسرائيليين فيها. والحرب ننتصر فيها عندما نخوض صراعا طويلا بإخلاص. في الحرب ننتصر بالجرأة وبالتضحية وبالمناعة الوطنية الكبيرة. ليس سهلا أن أقف أمامكم اليوم، وبعد أن قدمت كل ما يمكن أن أقدمه في الغرف المغلقة، أنني أقول الآن أننا لن نقبل استمرار الوضع كما هو الآن، ونحن نطالب بمسار يخرج السفينة عن مسار الاصطدام بالصخور. أؤمن بالوحدة، الوحدة تكون بالقول وبالفعل. من أجل إدارة سليمة للمعركة يجب الخروج من التخبط إلى المسار الاستراتيجي الصحيح، ونحن أمام مفترق طرق مصيري، ويجب على الجميع أن يرى الصورة الكاملة والفرص من أجل تحقيق استراتيجية وطنية شاملة، حتى نقاتل كتفا إلى كتف على كابينت الحرب. حتى العاشر من حزيران المقبل يجب أن يضع خطة ورؤية تؤدي إلى تحقيق أهداف ذات أهمية وطنية، إعادة المخطوفين، والقضاء على حكم حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة. يجب إقامة إدارة أمريكية أوروبية عربية فلسطينية لإدارة قطاع غزة. هي ليست حماس وليست عباس، ويجب أن نعمل على إعادة مواطني شمال إسرائيل إلى بيوتهم حتى الأول من سبتمبر،
ويجب أن نشكل ائتلافا مع العالم الحر والعالم العربي ضد أعدائنا. يجب أن يكون هناك قانون يجعل كل الإسرائيليين يخدمون هذه الدولة. وأيضا يجب أن نفعل بحكمة وبذكاء وبإصرار من أجل تحقيق ذلك. يجب أن نعرف أهدافنا أو نضع أهدافنا بشكل واضح وأن نمضي في الطريق الطويل التي تؤدي إلى الوصول إلى القمة. لقد تحدثت مع الكثير من قادة العالم والعرب وبلغناهم بأننا سنحقق أهدافنا وسنواجه أعدائنا في كل مكان، والانتصار سيكون فقط بأيدينا، ولن يفرض أحد علينا الاعتراف وقيام دولة فلسطينية. إضافة إلى ذلك، يجب أن نمنح الشعب أفقا وأملا من أجل الاستمرار في التجند والإيمان بهذه الدولة. يجب أن نعد كافة أنظمة الدولة من لاحتمال أن تكون هناك حرب شاملة. ويا رئيس الوزراء نتنياهو، أنظر إليك اليوم، وطالما تكلمت معك الكثير من المرات وجاءت لحظة الحسم. أنا أعرفك منذ سنوات، ويجب عليك أن تقوم بما هو الصحيح. شعب إسرائيل يتطلع إليك ويقول لك إنك أن تختار بين الصهيونية الحقيقية وبين الاتجاهات الأخرى، المسؤولية وعدم المسؤولية. وإن فضلت الوطني على الشخصي فلن نكون شركاء في الصراع. لا يجب أن تقود الأمة إلى الهاوية. ونحن بحاجة إلى حكومة تحصل على رضا الشعب كله من أجل تحقيق الانتصار الصحيح. وأقول لشعب إسرائيل، لا تتخلوا عن الأمل. قد تكون سنواجه أيام صعبة وربما لم نرى مثلها منذ حرب الاستقلال. نحن شعب عظيم، ومن تجاوز وانتصر على هتلر سينتصر على سنوار. سننتصر وسنتجند وسنقاتل. وسيروي أبناؤنا وبناتنا وأحفادنا قصة البطولة، بطولة نادرة نمت من أحضان الكارثة والمأساة. ومن تاريخنا نتعلم أننا كلما تعرضنا للهجوم قمنا وانتصرنا. وآيات من التوراة وأدعية للمقاتلين. إذا وافق نتنياهو على مطالبك لتحديد موعد انتخابات، أظن أن الانتخابات أمر مهم ويجب أن تكون ذات أهمية كبرى، ويجب أن نبني الثقة بين الناخبين والمنتخبين.
يجب أن نعيد هذه الثقة بين الشعب ومنتخبيه حتى نستمر في قيادة الشعب الإسرائيلي إلى الأمام، وأمل أن نتوافق على تاريخ محدد. السؤالان الأول: لماذا تأخرت في هذا الخطاب أسبوعين أو شهر؟ لماذا الآن؟ وهناك من يفترض أنه كان عليك الانسحاب منذ مدة من مجلس الحرب. نحن نقاتل من داخل الصف وليس من خارجه، ونحن الآن أمام تطورات كبيرة، لذلك نقوم بما هو الصحيح من أجل دولة إسرائيل. أنا وأعضاء المعسكر الدولة نظن بأن يجب أن نقوم بما هو صحيح. لقد وضعت قائمة مطالب، وأنت تدرك أنه لن يقوم بتنفيذها، فلماذا لا تنسحب الآن؟ لا يوجد إمكانية لوجود حلول مع الخلافات مع الحريديم وقانون التجنيد. أنا لا أسعى إلى تفجير الأمور، أنا أبحث عن مصلحة إسرائيل. لا نريد التسبب بما قد يفجر الوضع، لذلك سأحاول استغلال كل الفرص من أجل تحقيق ما أطالب به. وأنا على قناعة أننا يمكن أن نتقدم معا. إذن كنا مع هذا المؤتمر الصحفي لعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي وضع جملة شروط وخطة، جملة شروط هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذ لم يستجب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذه المطالب والشروط. بيني غانتس أمهل نتنياهو حتى مطلع يونيو لتحديد استراتيجية واضحة لهذه الحرب، طالبه كذلك بإعادة الأسرى في غزة قبل سبتمبر، وطلبه بوضع رؤية لما بعد الحرب. وقال كذلك بيني غانتس عضو مجلس الحرب: يجب أن يخضع الجميع لقانون الخدمة الوطنية مع التجنيد العادل في إسرائيل. هذا كان ملف جدلي أو نقاش جدلي حول تجنيد المتشددين والجدل داخل الحكومة حوله. كذلك قال بيني غانتس: لن يفرض علينا أحد إقامة دولة فلسطينية، هذا بحسب تعبيره وقوله. كذلك حذر الإسرائيليين من أيام قال إنها صعبة، ودعا الجميع على كل المستويات للتحضير لحرب ربما تكون شاملة بحسب وصفه. كذلك قال إن نتنياهو عليه أن يختار ألا يقود الأمة نحو الهاوية، وكان وجه نقد لاذع لنتنياهو وقال إن سفينة إسرائيل يقودها نتنياهو نحو الصخور.